كابيتان علي معلول، مرحبا بك. أول حاجة نحب باسمنا وباسم جمهور السي اس اس نشكركم على سيريز فيكتوار 7 سور 7، وخاصة أنت على المردود متاعك ودورك في القيادة متاع المجموعة. الحمد لله خويا، حاجة برشا. كي عملنا ديبي سيزون كيما هذي، عملنا 6 فيكتوار في 7 ماتشات، هذا يدل كان على اللحمة الكبيرة الموجودة بين اللاعبين والإطار الفني والإداري وحتى جميع السياسات. إن شاء الله قبل ما يقف الميركاتو، قبل ما يقف الشامبيون، مازال عندنا ماتش كونتر كوين، إن شاء الله نكملوه بفيكتوار أخرى إن شاء الله تخلينا نحضروا التريفة هذيك في أريحية كبيرة برشا إن شاء الله. باهي علي، يظهر لي الجو الباهي نتاع السيساس السنه والسلسله الايجابيه بدا يقلق في برشا ناس اللي بداوا يشدوا في حاجات فارغه، اخرها حكايه علي والحوار نتاعو في القناه المصريه. كانت توضح لنا الحكايه باش نسكروه الدوسي. والله جوسي زي كما قلت انت، معناتها خذا حجم اكبر من حجمه، معناتها كان ثم اتصال صحيح به من ينكر الشذايا، وهذا موش تبرير ولا لا، هو مش كلام باش نغطي به على حاجات اتقالت. انا بالعكس، انا حبي للسياسات اكبر من اي شيء، معناتها اتصلوا بي وطلب مني باش نكون نتكلم باللغه المصريه، باش نثبت معناتها باش العباد غادي يفهموا الحكايه هذيا. اللي خذيت انه علي معلول في النادي الاهلي، وعلي معلول مع شنو، علي معلول في ساق حتى 2018 وعاود صح كونترا نتاعو عن قناعه ويحب يكمل في السياسات. اذا كان فما حاجه راهو علي معلول باش يخرج من السياسات، راهو يخرج الفريق الاوروبي مش باش يخرج الفريق يلعب في القارة الإفريقية، خاطر واحد في جمعيته مرتاح، قائد فريق، أجواء ممتازة، محبة الناس اللي هو أكبر من كل شيء. إن شاء الله العباد اللي قاعدة تشوش على المجموعة ولا تشوش علي أنا ولا تحب تدخل الجو بتاع السي إس إس، هذه فئة معينة ماهيش مش تمثل الجمهور الكبير بتاع السي إس إس، خاطر جمهور السي إس إس الكل يعرف علي معلول شنو هو، ويعرف تربية وخلاق تربيته وخلاق علي معلول ومحبته للسي إس إس أكبر من هذا الكل. إن شاء الله الموضوع هذا يتسكر ويفهموا العباد إني راني كي قمت بالتصريح هذا لا هو خوف ولا هو حتى شيء ولا هو طمع، بالعكس هي احترام العباد كله، احترام للجماهير الكبيرة نتاع السياسات، وإن شاء الله كي واحد كي يروح ما يلقاش الجو مازال كما هو، إن شاء الله نلقاو الجو باهي ويفهموا اللي علي معلول يحب السياسات برشا. علي انت تو جبت على المرواح، انتم في بالي في طريقكم الموريتانيا هكا؟ صحيح، تو في طريقنا للموريتانيا، لكن واحد تو يخمم في دو ماتش هذا تاع كاليفيكاسيون ديال كوب دي موند، ان شاء الله واحد يعمل وجه باهي ويحاول انه يكون في وجه العطاء نتاعو باش يشرف الجماهير التونسيه وبالاخص الجماهير الافريقي اللي يعرفوا اللي عندهم جواريت ويمشيوا لتونس المنتخب باش يمثلوا المنتخب ويمثلوا المهم. ان شاء الله نحن نكونوا عند حسن الظن ونعملوا بريستاسيون باهيه باش تخلي جمهورنا ديما يغفر لنا بين كبير ان شاء الله.